دلوقتي احنا عندنا عطل في المكنه ال 10 35، والعطل ده تقريبا مشترك في موديلات كتير جدا. تمام، العطل ده عباره عن قفله في الكهرباء بتاعه المكنه. تمام، نيجي نشغل المكنه دي كده. شغاله هندسه، بدانا نشغل المكنه، المكنه اشتغلت بشكل عادي. الزويت دخلت على الشاشه بتاعتنا، بس جايبه لنا علامه باب مفتوح اوبن كفر اهو، وفي علامه الباب المفتوح اهي. نبتدي نقفل السويتش بتاع الباب كاننا قفلنا الباب. السويتش اللي تحت ده اول لما قفلنا سويتش المكنه فصلت الكهرباء. طب افصل كده الكهرباء وشغلها تاني حاول، والسويتش مقفول. ايوه يلا بينا. طيب لما فصلناها وشغلناها تاني والسويتش مقفول، برضو المكنه مش عايزه تقوم. عندنا لمبه واحده بس منوره هنا، تمام، وبقيه المكنه مش قايمه، ولا في صوت مراوح ولا مواتير ولا اي حاجه. طيب نجرب نقفل المكنه تاني. افتح السويتش بتاع الباب، شغل المكنه، المكنه قامت تاني. الموضوع ده لو ليه اماره، الاماره ايه؟ يعني لو ربطنا ان في قفله بتحصل في المكنه، بس في حاله لما بنقفل الباب. الباب لو مفتوح القفله ما بتبانش في المكنه. السويتش ده مسيطر على خط 24 فولت، يعني الحاجات اللي واصله على 24 فولت هي اللي بيبقى فيها القفله. ابرز حاجه في المكنه دي واي موديل 35 10 35 20 35 30 35 من اللي بتعمل قفلات ايه؟ الكارته بتاعت الشحن، لما تبقى مش متثبته بالمسامير بتاعتها كويس. يعني لما هنلف ونبص على كارته الشحن هنا دي، دي كارتة الشحن. لما نيجي نبص عليها هنا متثبتة بمسمار واحد على ايد اليمين، والمسمار اللي على الشمال مش ثابت، والمسمار اللي تحت مش ثابت. فبناء عليه الكارتة ممكن تتعوج لفوق او لتحت. تمام، الله ينور عليك. الكارتة ممكن تتعوج لفوق او لتحت. طيب احنا الباب مفتوح دلوقتي صح؟ طيب لو عوجناها سنة لفوق، هي دلوقتي في حاجتين من هنا ملمسين في ظهر المكنة، طبعا في ظهر الكارتة دي. الكارتة دي في وصلات باينة في ظهرها اكيد، زي ما انت عارف. حته الحديده دي قافله على وصلتين دلوقتي. لو رفعتها فوق كده زي كده مثلا، ونحاول نقفل السويتش. اقفل لنا السويتش هندسه. المكنه اشتغلت مفيش اي مشكله، لان مفيش قفله حصلت دلوقتي في الخط ده. دي من البديهيات اللي معروفه في المكنه دي. تمام، لما العطل كده تشم ريحته كده، في قفله في المكنه. قفله في المكنه يعني ايه؟ يعني المكنه الباور سبلاي شغال بأمارة اللمبة اللي بتبقى منورة في البانل فوق، فالباور سبلاي موصل كهرباء، بس المكنة مش قادرة تقوم لأن في تسريب للشاسيه. يعني إيه؟ يعني حاجة من البوردة ملمسة مع الشاسيه، تمام؟ فتعمل لنا المنظر ده. هنا قانوني الكارتة دي تعمل المنظر ده، بس القفلة ما تبانش غير لما تقفل السويتش. ليه؟ لأن الكارتة دي راكبة على 24 فولت، وخط ال 24 فولت بيبقى فاصل عن المكونات بتاعته أثناء ما السويتش بيبقى مفتوح. تمام؟ فهمنا ليه القفله بتظهر لما اقفل السويتش؟ لان الحاجه اللي عليها القفله مش واصله لها كهرباء اصلا، انما لما بقفل السويتش بيوصل لها كهرباء. هندسه هو خدنا؟ باي باي كده مهندس نادر، باي باي للناس، مهندس ياسر، باي باي للناس. باي باي. ايه رايكم في كورس المهندس؟ حاسس ان انت اتعلمت؟ البدايه كلها ان انت هنا مش مجرد جاي تتعلم، انت جاي في معسكر. كلمه معسكر دي معنى كلمه معسكر ان انت قاعد واكل شارب نايم في المكان نفسه. لان بخلص مثلا اخش انام اطلع الاقي المكنه قدامي، خلاص اخش انام اطلع الاقي مثلا نفس المكنه قدامي. بيكون في ضغط، بيكون عليا مهمات كل يوم، مثلا ممكن ما اسمع عليك من بالليل للصبح انك تعمل 1 2 3 4، فين الحاجات دي؟ خلصت؟ طب عملت ايه؟ طب وريني. بقينا وصلنا لحركة، يعني فكره حتى الميكانيكا بتاعت المكنه، التروس نفسها ان احنا بنرسمها عن طريق الهواء، ان الموتور قدامه الترس ده بيدي الترس ده طالع من هنا، وسير يدي للسخان، يعني ايه يدي بعديها لمجموعه الخروج، ينزل بعديها مش عارف يدي للكلاتشات، بينزل ينزل ينزل ينزل. بقينا حتى فاهمين من غير حتى ما اعرف المكنه عيبها ايه، مجرد مثلا ما يقول ان المكنه الورقه طلعت من السخان وقفت، وانا عارف العيب ماشي ازاي حتى من قبل ما اروح. فدي حاجه يعني حاجه جباره جدا، مفيش حد يتوقع ان هو الواحد حتى بيوصل لها بعد خبره كبيره جدا، لما توصل لها من البدايه حاجه زي كده. احنا اللي بقينا دلوقتي بنقدر نستكشف اي مكنه ممكن نخش عليها، وده بفضل الباشمهندس رامي. طبعا انا ما هضيفش حاجه بعد اللي نادر قاله. كل حاجه نشوفكم الفيديو الجاي. الفيديو الجاي.